السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزين سامبل. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم كيكة يومية سهلة في التحضير، مكونات جد بسيطة، غنحضروها بالقهوة. فإلى عجباتكم الوصفة ما تنسوش تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، وكذلك ما تنسوش دعمونا بلايك وبارتاج. وغادي نحتاجو في المكونات 3 البيضات كبار، الا كانوا صغار نديرو 4، كاس قهوه. بالنسبه للقهوه الناس اللي كيعصروها يديروا كاس، واللي كيستعملوا قهوه سريعه الذوبان يديروا ملعقه صغيره في كاس ماء، الماء يكون ساخن، ونخليوها حتى تدفى عاد نخدمو بها. كاس الى ربع زيت، كاس سكر، جوج كؤوس دقيق، ملعقه كبيره كاكاو، جوج خمارات بيكنج باودر 14 غرام. غادي نديرو البيض، السكر، ونطربوهم جيدا اما بالطراب اليدوي او الكهربائي. من بعد ما طربت البيض والسكر انا خدمت بالطراب الكهربائي، نضيفو كاس قهوه. هاد الكيكه ديال القهوه كتجي هائله خصوصا لمحبي القهوه، كتجي النكهه ديالها زوينه. الزيت، والدقيق جوج كؤوس. الدقيق دائما نغربلوه، الكاكاو والبيكين باودر، الخميرة الكيميائية. ونخلطه، كيف ما كتلاحظوا القوام ديال الكيك كيكون خفيف ما كيكونش ثقيل. وناخدو المول، تقدروا تستعملوا اي مول اللي بغيتو، ماشي بالضروره الدائري اللي دهناه. ونخويو فيه الكيك ديالنا وندخلوها للفرن اللي سخناه على حراره 180 درجه حتى تطيب ونخرجوها. وهالكيك ديالنا من بعد ما كتنفخ وتطيب نخرجوها من الفرن. غادي نخليو الكيك ديالنا جانبا، وغادي نحضروا الصلصه اللي غادي نديروها من الفوق. وغادي نحتاجو فيها نصف كاس حليب، طريفات ديال الشكلاط 5 أو 6، ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان، ومعلقة صغيرة
كاكاو 7 غرام. الكاكاو نقدر نستعمله المر أو الحلو، ونديروهم على نار هادئة حتى يتجانسوا. من بعد ما وجدات لنا الصلصة كناخدو الكيك ديالنا اللي زوناه من المول وتقبناه بالكيردون باش يشرب لينا الصلصة ديالنا. نحاول نوزعه على الكيك كامل، نحوي الصلصة كاملة. النكهة ديال هاد الصلصة بالقهوة كتجي رائعة، كنتمنى تجربوها، كتجي هائلة. ونزينوها بالجوز مقطع او اللوز او كاوكاو الفول السوداني. دائما التزيين كيبقى اختياري، كنزينو باللي عندنا ولا نقدروا نحتفظوا بها بلا تزيين، كتجي هائله في المذاق. نقطع لكم تشوفوها كيفاش جات من الداخل. الكيكة ديالنا نخليوها حتى تبرد عاد نقدموها، كتجي رائعة وسهلة، مقاديرها سهلة وكذلك الطريقة سهلة. فإلى عجباتكم وصفة اليوم ما تنسونيش باللايك للتشجيع، ولا جربتوها كتبوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم، وبارطاجيو الوصفة مع الأحباب والأصحاب.